ماذا تعني كلمة ثقة؟ المعنى معروف، لكن ما هو ثمن الثقة؟ الثمن لا يدركه إلا من يملك الثقة. للثقة وجهان، ثقة بالنفس وثقة الآخرين بك. لا تأتي إلا بخصلة واحدة ومهارة واحدة. أما الخصلة فهي الأمانة، وأما المهارة فهي الإتقان. يقول أفلاطون: أتقن عملك تحقق أملك، أما الأمانة فهي أصدق الصدق، هي مفتاح الرزق.